سلام لي في كومون سافا؟ كلشي مزيان، نتمنى تكونوا على خير وبخير يا ربي. كيف غاديين مع الصيام؟ الله يعاوننا كاملين يا ربي. نبغي نعرف البنات واش باقين مفشين راسكم في رمضان؟ ما نسيتوش شي راسكم؟ تهلاو في لابو ديالكم، تهلاو في راسكم، ما تنساوش شي راسكم، ضروري خرجوا شي بقيت الجمال ديالكم ضروري. جيتكم البنات اليوم بواحد نوفو سكري بوتي، واحد سر جمال جديد، واحد لا مارك اكتشفتها البنات ديال لي برودوي ديال البوتي ديال الجمال بيو طبيعيه. عجبتني بزاف بزاف، جربتها وعجبتني بزاف، شربت لي برودوي ديالهم. وبغيت نبارطاجي معكم كيف ما كنقول لكم ديما، كيعجبني نبارطاجي معكم لي بون بلون، لي برودوي اللي كيعجبوني واللي كنجربهم وكيعجبوني. الوغ سي لا مارك ليفيا ماروك. عندي الوغ عندهم ماسك ديال الكولاجين جولد، ها هو. الوغ هاد لو ماسك، هذا الوغ فيه واحد لا كومبوزيسيون واعره مزيونه بزاف. فيه الذهب ديال 24 كارا، فيه الميل بور، العسل الحره، الويل دارغون، الويل دو جيرم دو بلي، الالوي فيرا، لو سافرون، البوا دو سانتال، كركما، لو الماء، لا سير دابي، الويل دو كوكو والفيتامين او. هادي كامله سي دي كومبوزيسيون مزيونين بزاف بزاف لابو، كيعطيو واحد الريزولتا واعر على الوجه وعلى لابو. وكلهم طبيعيين، انا جربتهم عجبوني بزاف فريمون، الوجه كيخرج هايدا. كاين اوسي كاين الماسك ديال النيلة. الوغ الماسك ديال النيلة تاهي معروفة بالمزايا ديالها على الوجه، فريمون كتسلق الوجه، كتعطي واحد ليفي واعر واعر واعر. انا كنتناوب بيناتهم، مرة كنعمل هذا ديال الكولاجين والذهب، مرة كنعمل ديال النيلة، وفريمون ليفي في واحد ميم با اون سيمين ما كاملاش عطاوني واحد ليفي مانيفيك مانيفيك. وكنزيد عليهم واحد لو سيروم بالليل كنعملو، هذا لو سيروم ديال النيلة تا هو. خلاص النيلة سي une composition naturelle طبيعيه 100%. هاد لو سيروم هذا كنعملو في الوجه وكنعملو حتى في المناطق اللي هما داكنه، باغ اكزومبل لو كود، باغ اكزومبل الركابي، يعني اي منطقه اللي هي برون داكنه وبغيتو تبيضوها تحت اليدين حتى هي فريمون كيبيضها. كيستعملوها بزاف العيالات ديال الصحراء وكيعطي فريمون نتيجه مزيونه بزاف بزاف. وكنعملو حتى الوجه ديالي لانه هو اونتي تاش برون، انتي ريد اوسي، كي هيدراتي لا بو فريمون، كتحس بلا بو ديالك فريمون تري هيدراتي. يعني هاد التشكيله ديال هاد ثلاثه ديال الحوايج فريمون عطاتني واحد النتيجه رائعه على لا بو ديالي وعجبني الحال. وبغيت نبارطاجي معكم هاد لو سيكري دو بوتي ديالي، دونك سي لا مارك ليفيا ماروك. و ابار سا جربت حتى لو سيروم، زيت ديال الشعر، فيه زيوت السبع، يعني فيه توسكي كاع لي ممكن تحتاجو الفروه ديال الراس والشعر. فريمون كندهنو سورتو في الفروه ديال الشعر. وانا ديجا كان عندي واحد تساقط ديال الشعر، بقالي حتى من مور الولاده خف شويه ولكن بقالي، من مع هذا فريمون كنحس بشعري تليين بزاف. وكان ملي كنبغوسي كنمشط الشعر ديالي ما كيبقاليش الشعر بزاف في الشعر في المشطه، فريمون نقص التكاثر ديال الشعر بزاف. كنحس حتى بالخلفه، كنحس بالخلفه ديال الشعر من هنا. فريمون فريمون عجبني بزاف. واباراتشي كامل الريحه ديال لي برودوي، الريحه ديالهم رائعه، ريحتهم فنه، بحال عملتي البارفان ولا عملتي ديودورون. ريحتهم واعره بزاف. سي لا مارك ليفيا ماروك البنات، كننصحكم بها وهي عجبكم الحال الا جربتوها. وكنقول لكم رمضان كريم وبالصحه فطوركم، نتلاقاو في فيديو اخرى. باي باي.